ملعب أدرار لنقل المباراة اللي غادي يجمع فريق حسني تكادير مع النهضه البركانيه. كنتمنوا لفريق حسني تكادير تحقق ان شاء الله واحد المبتغى اللي كيتسناه الجماهير السوسيه منذ القدم. حنا كنتمنوا باش حسني تكادير باش يظهر بواحد المظهر مشرف جدا. في هذه الاثناء كنشوف الجماهير كتوافد بكثره للملعب أدرار، وبالاحرى شفنا واحد نظام جميل من طرف الجمهور اللي كيدخل الملعب في الجنبات. كنشوفوا حاليا يعني كنشوفوا الجنبات ديال الملعب كتمتلئ بالجمهور. نتمنوا ان شاء الله باش نشوفوا نتيجه ايجابيه لهذا الفريق هذا، وان شاء الله بهذا المنبر هذا كنعاود ناكد على الروحيه الرياضيه خاصها تكون في الفرق الوطنيه. يعني الرجاء اللي غادي تلعب حتى هي واحد المقابله مع اوتوهو كنتمناه باش يكون الفوز ديالها تما، وان شاء الله يكون الفوز ديال الحسنية تكادير لاول مره. لان الحسنية ما عمرها حققت صعود بحال هاد المناسبات هادو. ونشوفوا الجمهور السوسي كيشجع قبل ما تبدا المباراه. انتم كتلاحظوا الجماهير السوسيه اللي هي حجت بكثره ملعب أدرار، وباقي كنتمناو الخير وباقي كنتمناو الجمهور يزيد يدخل باش نشوفو واحد تشجيع بحال هكا، تشجيع رائع للجمهور ديال حسن تكادير اللي كيحفز اللاعبين باش يجيبو لينا نتيجة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى ما عندناش الحق باش نصورو في هاد المباراة هادي، لان كاين حقوق ديال الكاف وحقوق ديال القنوات اللي يعني واخدين الماتشات باش يشجعوا هما بحال بين سبور وبحال شحال من الاذاعه، يعني بين سبور ورياضيه هما اللي مرخصين تقريبا. دابا اللاعبين دخلوا رقعه الملعب باش ان شاء الله مستعدين للمباراه، وهنا غادي نكون ان شاء الله نتمنى تكون النتيجة إيجابية. مفاجأة رائعة لهذا الجمهور الرائع اللي في ملعب أدرار، اللي طلق واحد اللوحة رائعة جدا، واحد تيفو رائع جدا. الان امامكم هذا الشعار الرائع ديال هذا الجمهور اللي بدع وتحف في الملعب، يعني تحفيزا للاعبين باش يقدموا واحد المباراه جيده. كنتمنوا ان شاء الله نشوفها على ارض الواقع. هذه صوره رائعه جدا، رائعه غادي تبقى للتاريخ لهذا الجمهور اللي دخل. يعني كنتمنوا باش يزيد يدخل الجمهور بكثره باش يزيد يشجع الفريق ديالو. هذه صورة رائعة غادي تبقى للتاريخ. خطأ لحسن تكادير، كيتنفذ الخطأ عند من؟ عند اللاعبين، عند كترجع عند جلال الدودي كيطيح كما العادة، كترجع الكرة عند صديقي الكرة مزيانة عند الفحلي كيعطيها لتامر، تامر في صراع مع أحد اللاعبين ديال نهضة بركان كتخرج الشرط لصالح بركان. كنشوفوا غاليا في ملعب أدرار ديال الجمهور، وكنشوفوا فريق حسني تكادير باقي ما دخلت في المباراة، كنتسناو باش تدخل في المباراة. ونشوفوا أهداف عند الكرة عند الصادقي كتخرج للشرط، الشرط لصالح بركان. لكن عايش الدقيقة 8 في عمر المباراة، دائما صفر لميتلي. كنتسناو الحسنية باش تعطينا مباراة جيدة وتعطينا أهم الفوز اللي كنا كنتسناوه. تحية لهذا الجمهور اللي حاضر قوة في ملعب أدرار، جمهور اللي شفناه منذ البداية كيشجع الفريق ديالو. كنتمناو باش نشوفوا إن شاء الله أهداف في هذه المباراة وتأهل ديال الحسنية. كنتمناو إن شاء الله ذلك. كنشوفوا أحد اللاعبين سقط في رقعة الملعب. Thank you.
كنشوفو كوموندو كيعطي التعليمات ديالو. كرة عند من؟ عند لاعبين ديال حسني تكادير، عند الفحلي. كرة مراوغات زائدة، من لا داعي للمراوغات في المنطقة، في منطقة الكهرباء. كنتمنوا باش نشوفوا المباراة ونشوفوا الحسني يدخل في المباراة. دائما الكرة كترجع عند النهضة البركانية، النهضة البركانية اللي شفناها منذ البداية كتهاجم الزاوية لصالح البركان. باقي عند لاعبين ديال الحسن اللي تقدرش غادي يعملوا، عند تامر، تامر عنده الكرة، تامر بين شد وند بين راحت لاعبين ديال البركان. باقي الكرة ما خرجاش، والحكم كيقول خرجت الكرة شرط لصالح بركان. لا داعي لتضييع الوقت، كنتسناو المباراة تكون جيدة وما يكونوا فيها أخطاء، لأن هذه مباراة مصيرية للفريق ديال حسني تكادير اللي هو كتمنى كتسنى الجماهير السوسية باش يحققوا نتيجة التاريخ، لأن حسني تكادير لحد الآن باقي ما عمرها طلعت لهذ المنافسات اللي فيها فرق في البطولة الإفريقية. كف كرة عند بركان، كتخرج الشرط، ضربة زاوية، ضربة زاوية كنتمنوا تترجم بهدف. كتنفذ ضربة زاوية، كترجع عند اللاعبين ديال كتخرج الشرط لصالح نهضة بركان. في هذا الأثناء سمعنا بالله فريق أوتوهو كيسجل على فريق الرجاء دقيقة 16. أوتوهو كيسجل على فريق الرجاء، يعني إلى الرجاء انهزمت في أوتوهو مع فريق الأوتوهو، راه الحسنية ما غاديش تمر للدور الموالي. خطير عند اللاعبين ديال الحسنية، اش غادي يعملوا؟ خطير خطير، باقي خطير عند اللاعبين ديال بركان. خطا الكرة عند جلال الدوزي في وسط الميدان، كيطلع الكرة ما كيبقاش المالو كيفاش يدخل. ضربة زاوية لصالح حسن التكادير، ضربة زاوية، تامر هو اللي غادي ينفذ ضربة زاوية. كتنفذ الزاوية، باقي عند كترجع الكرة عند فريق نهضة بركان. هجمة مرتدة كيدخل صديقي كيعطيها الحواصلي، الحواصلي كيرجع الكرة صديقي عند عماد، عماد جلال الدودي في وسط الميدان يعطي الكرة لأيوب المالوكي. ضربة خطأ لصالح الحسنية، اللي غادي تكون ضربة خطأ هو هذا هو الهدف اللي سجل الهدف في الدقيقة، الفحلي هو اللي سجل الهدف في الدقيقة 26. هدف رائع، كان من إنجاز أوبيلا اللي عطاه الكرة في ضربة خطأ، كان رائع، هدف رائع. كان صدر علاش على عدم سجل هذا الهدف، لأن كانت ضغوطات من طرف المقيمين على الفيفا في ملعب أدرار. كان هدف رائع، المالوكي كان كتضيع، كتضرب في العريضة، ما كانش الحظ محالف لحسني تكادير اللي كان عايش يسجل الهدف الثاني، لكن الظروف شاءت ذلك. باقي الحسنية منتشرة بهدف لصفر، كان لكن هجمة للحسنية، خطأ، يقول الحكم خطأ لصالح الحسنية تكادير. ف
في هذه الأثناء سمعنا خبيرة مزيانة بأن الرجاء دارت التعادل، كنتمناو للرجاء باش تزيد شي هدف أو هدفين لكي إن شاء الله نشوفوا الصعود ديال الحسنية. حنا كلنا فرق مغربية خاصها تكون روح رياضية بين الفريق الرجاء وبركان والحسنية، يعني إلا مشاو للمباراة مشاو خصهم يلعبوا على الراية المغربية. كيتنفذ الخطأ، أي كيتدخل أحد اللاعبين الداودي خطأ، لكن الحكم كيقول ما كاينش خطأ، هجمة مرتدة. كيتدخل ياسين الرامي يا بان، أي أي كاد أثناء الرجاء البيضاوي كتنتصر بهدفين لصفر على أوتو، كنتمناو باش تبقى على هاد النتيجة ونشوفوا الحسنية باش تقطع هي بهاد. وفي هاد الأثناء باقي كنعيش الدقيقة 45 في عمر المباراة، الجمهور كيحتفل بفوز الرجاء بهدفين أوتو هولي واحد، باقي ياسين الرامي كترجع الكرة للوراء عند بركان اش غادي يعملوا؟ دائما عند الصادقي وبيلا غليان في ملعب اكادير. شفنا الجمهور كيشجع منذ البداية وهو كيشجع الفريق جلال الداودي، وفي هذه الاثناء كيعلن الحكم على نقمات هذا الجمهور الرائع على نهاية الشوط الاول بفوز الحسنية بهدف لصفر. الهدف اللي سجل في الدقيقة 25 على اطر هج ضربة خطأ اللي من ابداع اوبيلا واللاعب الواعد الفحلي، كان هدف رائع جدا. كنتمناو باش تبقاو على هذه النتيجه. باقي كرة عند الحسنة، عماد الكيماوي اش غادي يعمل؟ عماد الكيماوي كيعطيها لتامر، تامر باقي الكره كتصل لايوب الملك، اش غادي ايوب الملك؟ زوين هذا الفحلي، كتبطا شيئا ما، كتمشي الكره كترجع عند فريق البركاني، كرة عند نهضة بركان أو بالأحرى عند الشرط لصالح حسنية أكادير. عماد الكيماوي كتنفذ الشرط، كتضيع، كتخرج، كترجع لخطأ لصالح نهضة بركان. كارثية في الملعب، بعض اللاعبين ديال الحسنية شفنا الحواصلية طاح واحد 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 الورطة خايبة لولا تدخل ديالو، عاود دخل أحد اللاعبين فاش باش ما يبعدوا الخطر في الوقت اللي كتكون فيه الكرة خطيرة. كنتمناو الإصابة ديال الحواصلية تكون تمر بسلام. يا ربي السلامة السلامة السلامة. سلامات باقي كره عند الحسنه، عماد الكيماوي اش غادي يعمل؟ عماد الكيماوي كيعطيها لتامر، تامر باقي الكره كتصل لايوب الملك، اش غادي ايوب الملك؟ زوين هذا الفحلي، كتبطا شيئا ما، كتمشي الكره كترجع عند فريق البركاني، كره عند نهضه بركان او بالاحرى عند الشرط لصالح حسنية أكادير. عماد الكيماوي كتنفذ الشرط، كتضيع، كتخرج، كترجع لخطأ لصالح نهضة بركان. كتضيع على المحاولة، كترجع عند ياسين الرامي، ها
هجمة مرتدة ولكن الحواصلي كي كيخرج. حنا أرجو ديال اللاعبين ديال بركان اللي ديما كيقلبوا على الهفوات ديال اللاعبين ديال الحسنية، كتنفذ ضربة خطأ مزيانة عند الفحلي، وهدف هدف 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 ديال الفحلي. والله الا حمار هذا في النار. شفنا الهدف الجنحلي، شفنا الحكم كيصد هذا الهدف، علاش الله اعلم. اعلم كان هدف مشروع، لكن هذا هو الخطا اللي كنطيحوا فيه دائما. كنتمنوا الحسنية اكادير يكون خطيره. الحمد لله كتمر هاد الهجمة ديال بركان حسني تكادير، كتضيع هاد المحاولة من جديد، وبس فقط الجمهور على هاد الهجمة المرتدة ديال حسني تكادير اللي كنتمناو باش ان شاء الله نشوفو هدف ثاني او هدف ثالث اللي غادي يريح الدفاع ديال ويريح الجمهور باش ان شاء الله نضمنوا التأهل ديالنا. كيماوي كينفذ الخطأ عند لاعبين ديال بركان، خطأ كيقول الحكم ديال بركان، كيتنفذ الخطأ، كيدخل الصديقي مالوكي كرة عند رقم 11 ديال بركان، الشرط لصالح الحسنية. الصديقي هو اللي غادي ينفذ الشرط. كرة عند خطا لصالح حسن تكن، كرة عند تامر، تامر اش غادي يعمل؟ مزيانة كيعطيها الكيماوي، الكيماوي اش غادي يعمل؟ كيروح كتمشي للكرة، كيقول الحكم كيقول الشرط لصالح بركان، بركان كيدخل بوفتيني، كترجع الكرة عند اوبيلا المقاتل، اوبيلا كيعطي الكرة خطأ. خطأ وبيلا كينفذ الخطأ مزيانة عند لاعبين ديال الحسنية، باقي عند الفحلي، الفحلي اش غادي يعمل؟ هاديك شفتيها، كيقول كيعطي الامتياز للفريق بركان. الكرة عند هجمة مرتدة لبركان، كنتمناو سلامات 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 سلامات. كيدخل الفحلي المقاتل كيرد هاد الكرة هادي عند جلال الداودي اللي شفناه غائب هاد المباراة هادي. الكرة عند من؟ الكرة عند ياسين الرامي، كيغير الاتجاه عند تامر، تامر اش غادي يعمل؟ كيرجع الكرة للوراء مزيانة عند ما كتوصلش مالوكي، ياي خطيرة. بوفتيني في صراع مع الكرة مع أحد اللاعبين ديال بركان، كيدخل ياسين الرامي كيبعد الخطر. شفنا الحسنية سقط على الأرض، كنتمنوا الإصابة ديالو تكون تمر بسلام. دائما حنا كنعيشوا دابا الدقيقة 90 في عمر المباراة، غادي نشوفوا الحكم شحال غادي يزيد
شحال زاد الحكم؟ انا سمعت لك اربع دقائق زاد الحكم. قيده ودي الكرونو، قيد الكرونو. مسح لي نفذ الخطا عند بركان من ورا. بركان خطير. سنشوفوا الحسنية ضيع شوية ديال النقيطات، شوية ديال الدقيقات باش إن شاء الله يكون اليوم تاريخي عند الحسنية، يكون اليوم تاريخي. الحكم كيزيد ضرب أربعة دقائق. الكرة عند مالوكي، اش غادي يعمل مالوكي؟ المالوكي مزيانة مراوغة عند الحارس. بركان اش غادي يعمل البركان؟ الكل هو الجمهور ديال الحسنية كبير، انتم كتلاحظوا هذا هو الجمهور اللي حضر كتفه، اللي حضر في هذه الملاعب. اول مره كنعيشوا هذه الفرحه نشوفوا الحسنية مثل هذا النزالات وديما تمتعنا. وشكرا للدراجة حتى هي ما تنكروش الخير، هي الفرحة الكبيرة اللي كنعيشوا مع هذا الفريق ديال حسنة أكادير وبهذا الجمهور الرائع اللي حاضر بكثافة في ملعب أدرار. هذه زادتنا واحد القوة كبيرة باش الفريق الحسن حسنة أكادير يزيد لقدام، ونشوفوا ان شاء الله بحلة جديدة، ويكون ان شاء الله التأهل ديالو فالو خير. السوسيين تحية لكم من ملعب أدرار.